تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. فاصل ونواصل. ونبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج الثور الترابي حتى الساعة 12:27 من ظهيرة الاثنين، ليدخل بعد ذلك برج الجوزاء الهوائي ويظل فيه حتى الساعة 4:56 من مساء الأربعاء، ثم ينتقل إلى برج السرطان المائي ويمكث فيه حتى الساعة 12:42 من ليلة الجمعة، ليدخل برج الأسد الناري ويبقى فيه حتى الساعة 11:52 من ضحى الاثنين. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى ظهيرة الاثنين في برج الثور الترابي، من ظهيرة الاثنين وحتى مساء الأربعاء في برج الجوزاء الهوائي، من مساء الأربعاء وحتى ليلة الجمعة في برج السرطان المائي، من ليلة الجمعة وحتى ضحى الاثنين في برج الأسد الناري. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح المبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الاثنين من الساعة 7:13 صباحا وحتى الساعة 12:27 ظهرا. يوم الثلاثاء من الساعة 8:03 مساء وحتى الساعة 4:56 من مساء الأربعاء. يوم الجمعة من الساعة 3:46 فجرا وحتى الساعة 12:42 ليلا. يوم الأحد من الأسبوع المقبل من الساعة 1:50 ظهرا وحتى الساعة 11:52 من ضحى يوم الاثنين. مشاهدينا الكرام أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا معنا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية، وعلى الانستغرام البرج العالي. وننتقل لأول مكالمة هاتفية نشوف من على الخط. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بيش، من جاي؟ أهلا وسهلا. كم تاريخ ميلادك؟ أريد أسأل عن تاريخ أخوي 7/8/73. أوكي. أرقام الحظ. 2, 8, 1, 7 يعني شو تعني هذه الأرقام؟ رقم واحد كونه من مواليد برج الأسد. رقم واحد يرتبط بالشمس. اللي عنده رقم واحد بصورة عامة يتميز بالشخصية القوية، الثقة العالية بالنفس والصراحة، الطموح، حب الحياة، كتم الأسرار والتفاؤل والنزاهة والكرم. رقم سبعة مرتبط بكوكب نبتون. اللي عنده هذا الرقم يتميز بالمزاجية، يعني يكون مزاجي متقلب بمشاعر وعواطفه، ينجذب نحو الأمور الروحية الفلسفية الدينية والأمور الغامضة مثل الأبراج هذه وغيرها، ومن النوع اللي عنده يحس بهواية أمور قبل ما تصير وياه، إذا كانت عن طريق أحلام أو كان هو وجالس مثلا يتراوله شيء معين وبعد فترة يتحقق هذا الشيء نفسه تقريبا. رقم ثمانية مرتبط بكوكب زحل. اللي عنده رقم ثمانية يكون يعني يتميز بقوة المثابرة والتصميم للوصول لبلوغ الهدف، ومن النوع اللي مع الأسف حياته ما تخلو من المتاعب والمشاكل، ونجاحه في الحياة يعتمد على حسب مثابرته واجتهاده وليس على عنصر الحظ. أسأل يعني عن العمل، هو عنده صعوبة في العمل، يعني إذا وجد العمل ما يعمل ولا ما في عمل أصلا؟ الفترة الحالية إيجابية لمواليد برج الأسد. اليوم مثلا
بكرة إلى إيجابي، إذا أريد يقدم على عمل يوم إن شاء الله أوكي خير إيجابي، خلي حاول بكرة، ما عنده صعوبة من مجال العمل، بس بكرة مثلا على سبيل المثال عنده يوم مثلا يوم إيجابي لمواليد برج الأسد اللي عندهم معاملة، اللي عندهم مراجعة بوزارة أو دائرة حكومية، أو اللي يقدم على عمل مجال مفتوح، ما ماكو مشكلة. يعني أريد أسأل يعني في العمل، يعني هو بيعمل هنا في الوطن ولا يعني يقدر يعمل خارج الوطن؟ هاي ما أعرف بيها، يعني يعمل هنا أو يعمل هناك، المهم هو كبرج ما عنده مشكلة من ناحية العمل بشكل خاص. مواليد برج الأسد ما عندهم مشكلة، اللي يعانون من مشاكل بالعمل هم مثلا مواليد برج الحوت، مواليد برج الأسد يعمل هنا أو يعمل بغير دولة ما عنده مشكلة، هذا أهم شيء. إن شاء الله إن شاء الله. وأسأل عن زواج، يعني الزواج أي ساعة مولود؟ الربعة عشرة، الربعة عشرة دقيقة، 7/8/1973 4 العصر، أي مدينة؟ الجزائر. اوكي ما عنده مشكله، بالعكس هذا عنده اكثر من فرصه للزواج، احتمال يتزوج اكثر من مره، لا العفو، عنده اكثر من فرصه للزواج، بنفس الوقت عنده مشاكل وتاخير. السبب الاول انه يتزوج اكثر من مره طالع القوس، هذا يتيح له اكثر من فرصه للزواج، واللي يسبب له مشاكل بنفس الوقت او يسبب له تاخير وجود كوكب زحل عنده في البيت السابع، مما يخلي يعني احتمال يكون عنده تأخير في الزواج أو يتزوج بسن متأخرة على سبيل المثال بهذا العمر أو بعد فترة أخرى. أوكي شهرزاد. في الإنتاج يعني ما عنده مشاكل؟ ما عنده مشاكل، لا ما عنده مشاكل إن شاء الله. أهلا وسهلا بيك يا هلا بيك. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو ألو. نعم ألو. مشاهدين الكرام، أرقام الهواتف التي تطر أمام حضراتكم أسفل الشاشة ما هي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية، أو على الانستغرام البرج العالي. ألو ألو. نعم تفضلي. مساء الخير، أنا مساء زهرة من الجزائر. زهرة اسمعيني من التليفون، ابتعدي عن التلفزيون رجاء، تفضلي زهرة. مشكل تفضلي. أنا أبي أعرف، أنا برجي باش خبري 1994. أوكي. هو أبي أعرف أرقام الحظ. خمسة. أرقامك 3 و9 زهرة. وهل أنا محظوظة أو لا؟ نعم محظوظة جدا إن شاء الله. إن شاء الله. أبي أعرف عن صحتي، كل شيء مو مليحة. اوكي من ناحيه صحيه، انت من طبعا من مواليد برج الحمل، بصوره عامه انتبهي اكثر شيء لمنطقه الراس، الوجه، الاسنان، هذه المناطق اللي هي اكثر عرضه للاصابه من باقي مواليد الابراج الاخرى، فتوجب عليك تنتبهي لها. ماكو شيء، بس يعني لو لا سمح الله تعرضتي لشيء يعني مثلا في مرض او صارت عندك فدوعكه صحيه في هذه المجالات الاماكن اللي ذكرتها، قد مثلا شخص اخر ياخذ كورس علاج واحد يعني يكون الشفاء اوكي وياه. انت او انتم مواليد برج الحمل شويه تتاخر عندكم هذه الناحيه. عموما على طول السنه ما عندكم مشكله من ناحيه صحيه، اذا اكو وعكات او غيرها فهذا الشيء ان شاء الله عابر، لا تقلقين ولا اي شيء. سؤال اخر. أنا مولودة في 12/2/1994، لذلك أنا برج الدلولة. 12 أبريل قلتي لي؟ لا 12 فيبري. 12/2 أوكي برج الدلو. أوكي 12 برج الدلو، دقيقة 5/7 أرقامك 1 و3 و4 أيضا تكونين محظوظة. نعم أوكي. من ناحية صحية أيضا ما عندك مشكلة، انتبهي إلى منطقة الساق والمنطقة المعدة أكثر شيء، يعني الساق والمعدة ما عندك مشكلة على طول السنة، أيضا وضعكم الصحي إن شاء الله طبيعي مستقر. أوكي عفوا أستاذ خلاد، سؤال أخير، أنا مقبلة على الامتحانات 26 من هذا الشهر،
حتى 4 جواب. هل هناك مشاكل أو؟ أي نعم أكو مشاكل، راح تسمعيها هسه إن شاء الله بعد مكالمتك على طول. الفترة المقبلة راح تكون فترة صعبة لحد 11 من حزيران يونيو. هاي الفترة راح تكون فترة صعبة على الطلاب بالنسبة في مجال الدراسة. إذا أنتم مقبلين على الامتحانات يتوجب عليكم التركيز أكثر في مجال الدراسة، خاصة في الامتحانات ما تسرعون، قد يكون سؤال في يكون إلى عدة أوجه، فبالتالي يتوجب عليكم التركيز جدا وتتفحصون السؤال قبل ما تجاوبون، في سبيل أنه ما تندمون لاحقا. أوكي أستاذ خلاد، عفوا شو هو المجال اللي بلاقي روحي فيه؟ الكيمياء يكون مجال أوكي مالي. اي ممكن كيمياء، الابتكارات، هذه الامور هذه كلها اوكي، مجالات علمية ماكو مشكلة، حواسيب. داكور، شكرا استاذ خلاد. اهلا وسهلا بك، يا هلا، مع السلامة. مشاهدينا الكرام، للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهي لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي وعلى الإنستغرام facebook.com/ البرج العالي باللغة العربية، وعلى الإنستغرام البرج العالي. نصل بكم المشاهدين الكرام إلى كوكب عطارد في الساعة 4:49 من فجر يوم الثلاثاء الموافق 18 من أيار مايو. يشرع كوكب عطارد بالتراجع في برج الجوزاء الهوائي حتى الساعة 1:33 من بعد منتصف ليل يوم الخميس الموافق 11 من حزيران يونيو. تراجع عطارد أمر سلبي ويترك أثره بشكل خاص في مجال الاتصالات والمواصلات والدراسة، على اعتبار أنه الكوكب الذي يتحكم في المجالات المذكورة. يبدأ التأثير السلبي غالبا قبل حصول التراجع بخمسة أيام وحتى 5 أيام أخرى بعد عودته إلى الحركة الأمامية. بصورة عامة، عندما يتراجع كوكب عطارد يحصل تعطيل في الاتصالات، فقد تتأخر رسائل بريدية أو تضيع، كما تتعطل الهواتف. خلال فترة التراجع يجب الامتناع عن أي خطوة جديدة مهمة في حياتنا، سواء على صعيد العمل أو الصعيد المالي أو الشخصي، مثل إتمام خطبة أو عقد زفاف. إذا كنا قد بدأنا خطوة أو مشروعا هاما قبل التراجع، بوسعنا مواصلة ذلك رغم أنه يحصل تعطيل في ذلك من حين إلى آخر. يجب خلال فترة التراجع محاولة التركيز أكثر في حياتنا اليومية، فقد تضيع منا حاجات أو نفقدها سهوا، مثل هوية شخصية أو مفاتيح سيارة أو البيت، دون وعي منا أو نضع حاجة في مكان ما وننسى مكانها بعد ذلك. يجب أيضا تفحص السيارة قبل السفر بها، لأنها معرضة لعطل أو تلف فجائي يحل بها وعدم إيقافها ليلا في مكان معتم، فالسرقات تتزايد بشكل ملحوظ، كما أن حوادث الطرق تتزايد هي الأخرى، مما يلزمنا الحذر أثناء القيادة. نلاحظ أيضا تعطل حركة المرور على الشوارع. هذه الفترة سيئة لأي خطوة مهمة مثل توقيع عقد. إذا كنا مضطرين إلى توقيع عقد، يجب تفحص بنوده بشكل دقيق منعا لأي التباس في وقت لاحق. خلال فترة تراجع عطارد تهتز البورصة ولا تعرف أسعار العملات الاستقرار، فقد ترتفع أو تنخفض بشكل مفاجئ. أكثر المتضررين من تراجع كوكب عطارد هم دائما مواليد برجي الجوزاء والعذراء، ومعهم أيضا مواليد البرج الذي يتراجع فيه الكوكب، وهذه المرة مواليد برج الجوزاء. إذا ولد طفل أثناء فترة تراجع كوكب عطارد، فهذا الطفل في المستقبل يميل إلى التفكير مليا في أي قرار يتخذه، فهو يدرس ويحلل ويقيم كل خطوة من خطواته قبل التنفيذ.
مشاهدينا الكرام، ارقام الهاتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه وهي لاستلام مشاركاتكم او تواصلوا معنا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغه العربيه، وعلى الانستغرام البرج العالي. عوده للمكالمات. الو الو، مرحبا. مرحبا، هلا بيك. شلونك يا استاذ خلاد؟ خير الله يسلمك. ام عمر من السويد. يا هلا بيك ام عمر، حصلتي؟ واخيرا. ايه الحمد لله. تفضلي. الله يخليك. هم على ابني 13/1. زين، يا سنه؟ 88. زين. 13/1/88. 88. استاذ خلاد، انا جايبته قبل صلاه الفجر بال 88. ما اعرف ذاك الوقت ايش وقت كانت صلاه الفجر. صلاة الفجر بال 88 ايش قد بقبلها؟ يا قبلها فد ساعة دقيقة. 88 شهر الواحد 13/1 يأذن ساعة 4 و... العفو ساعة 35 دقيقة، يعني 4:39 دقيقة. عافية. صحيح صحيح. زين، 35. زين، طالع القوس. طالع القوس؟ ايه. اي والله، هو يشبه ابو هواية. ابو القوس هو يشبه بالضبط تصرفاته. زين، هذا يتزوج مرتين لعد. لا بشرفك، وانا مبين عليك. زين زين زين، الارقام مالته ايش قد؟ ارقامه 4 و8. 4 و8. زين، اللي عنده رقم 4 انا قاعد اتابعك كل الزين يعني. اي ايش بيه؟ بس اللي عنده رقم 8 شويه مو هالقد. رقم 8 هو عنده من البرج، بس هو عنده رقم 4 مكرر من يوم الميلاد ومن المجموع. هذا يعني ام عمر، هذا 90%. انت يا سمو بالسويد قلتي يمكن؟ ايه. انت هذا يعني مثلا اذا انت بستوكهولم هو عايش بمالمو على سبيل المثال. صحيح، هو عايش بعيد عني. ايه، هذا ما يبقى وياكم. ايه. صحيح صحيح. شايتك. زين، الايام مالته يعني شلونها؟ ما عنده مشكله. ينجيب ما ينجيب مثلا؟ الاطفال كل ما عند البيت الخامس، ما بين الثور ما بين الحمل، ما عنده يعني فارغ، ما بيفت شيء يعني، حتى وجوده بالحمل او بالثور ما عنده اي مشكله يعني من ناحيه الحمل. آه. ايه، والانجاب بصوره خاصه ما عنده اي شيء. ان شاء الله ان شاء الله. زين، انت قلت لي 6/6 هو زواجه، قلت لي مو زين خليه اجله، مو احنا بعد سوينا وما يصير بعد احنا ناجل. والله هاي بعد بكيفكم. يعني يصير بستة وستة؟ لا لا لا، شو يصير يعني 6/6 حتى نتجنب الشغلات المو زينه؟ ما انت ما تقدرين بعد، انت حجزتي يعني، انت هسه تقولي لي بعد ما تغير. من زمان، قبل ما يجي عطارد، قبل ما هذه. اي عطارد راح شو اسمه يوم 6/6 الى يوم زين، راح يكون يوم سبت. يوم سبت. اي تقريبا يوم اوكي ايجابي يعني، الزوايا عند مثلا القمر سكستايل ويا زحل، والزهره تراين ويا زحل. اوكي، ماكو فد يعني مو فد يوم مو زين، بس الشغله المو زينه اذا هسه سمعتي انه شغله الزواج ما زواج يعني، هيك قرارات حاسمه ما تكون محببه يعني. هذا يعني من على يا باب احكي لك يعني، يعني هو من وفق الدراسات يعني، مثلا هذا العلم من 6000 سنه 7000 سنه يشوفون انه خلال هذه الفتره من يكون هذا الكوكب بفلان منطقه من السماء ويصير به هيك حاله اللي احنا نسميه حاله تراجع، يكون مثلا النتائج اللي قرارات اللي ناخذها هي هيك شيء، فتره خلو المسار مثلا على سبيل المثال، فتره خلو مسار القمر، اذا انت تاخذين قرار حاسم تشتغلين او واحد يشتغل بفتره خلو المسار او هيك يسوي فد خطوه جديده، هاي الخطوه تفشل. اذا اني اريد اسوي شغله وما اريد افشل ويا الشخص المقابلي شو اسوي؟ اكو طبعا دول عظمى كبيره تعتمد على هذا التوقيت على سبيل المثال، مثلا توقيت كوكب عطارد او منها امريكا طبعا بالتحديد احكي لك اياها، من يريدون يعطون وعد لدوله معينه او فد شيء معين، من يشوف القمر بفتره خلو مسار
يقول لك انا اسوي لك هذا الشيء، بس بعد فتره الطرف الثاني اللي هو يريد الشغله هو يتخلى عنهم، فبالتالي هم يطلعون بوجه ابيض مثل ما نقول. فهاي الفترات مثل ما ذكرت لك اياها هي حسب دراسه، فانت يعني اللي اقدر اقول لك عليه بس تصدقي بيومها وان شاء الله خير. الصدقه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غير حل. ما ادري يعني شو اقول لك يعني من ناحيه الأب. بس من ناحيه قلت لك يعني الشغله هي شوي بس شوي ما حلوه لا اكثر ولا اقل، بس يوم حلو هم انا سدا اشوف لك اياها اوكي. إيه ان شاء الله يوم حلو ان شاء الله حيل الله. يعني برج العذراء في دول عينك يعني انت برج العذراء من 11/8 هاي السنه وصاعدا تكون السنه حلوه ان شاء الله بكل شيء. اعرف بس هذا الشهر يعني 15/9/64 هذا الشهر اللي زين الاتصالات هاي ما شاء الله كم مره حصلتي؟ زين ما شاء الله راح قطعتي انت قلت لي كثيره تحصلين مره تحصلين بعد اي هذا هو اللي حصل مره هوايه ناس من يقولوا لي ايش معنى من الجزائر يحصلون هوايه او احنا ما نحصل اللي حصل مره خلاص يعني يشبك ويا الخط يقدر بعد دائما يكون عنده بورت بالتالي على هذا الخط ثاني بس على هذا الخط قاعد يعني ما دح غيره اي هو ابقى على هذا لا ما مغيرت ابدا وما غيره بعد عمري كله ما غيره ان شاء الله بعد عمر طويل ان شاء الله اوكي سلمك يعطيك العافيه اوكي بس واحد ما شاء الله يخليك ياته ترى العقرة بشي مختصر لين طيتك هوايه وقت ام عمر طيني شنو السؤال والله صدق والقرآن صدق بس يقرع راسي والقرآن شنو سؤالك؟ أرقامه شقد مواليدة؟ 1/12/56 والله حتى نتالي لا 6/7/1/3 1/3/7 1/3/7 نعم زينات أرقامه في دول عينك؟ اي كل الزينة حلوة كل اي كل شيء محظوظ كلش شخصيته كلش حلوه قويه كريم نزيه طيب يكتمل اسرار ولا هو في منع الصريح صراحته ما حلوه يعني اللي ما يعرفه يعني يمكن يزعل من عنده بس هو هذا طبعه محظوظ همينه ما شاء الله اوكي وعنده حساسه همينه كلش قويه. اسف عمار يمكن انقطع الخط ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو مشاهدين الكرام ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه وهي للاستلام مشاركاتكم او تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغه العربيه وعلى الانستغرام البرج العالي. الو نعم مرحبا اهلا بيك. ستة عشر اثنين انت صوتك مو غريب عليه. نعم صوتك مو غريب عليه. كنتي مخابرتني بالاذاعه بالشباب؟ لا انا حضرتك من الجامعه. اهلا وسهلا بك. منو بس اعطيني اسمك؟ الله يخليك. اسم حضرتك؟ انا يا سبع عمان من زمان صار لي 10 سنين. بس اسم حضرتك؟ اني ميسون بس هو مو الي. اوكي ميسون اهلا وسهلا بك. 4/5/6/7/2/7/4 برج الدلو أرقام 2 و7 و4. أنا أعرف أرقام بس هو عنده مشكلة مجال العمل داخله. مجال العمل إن شاء الله تقريبا ما عنده أي مشكلة مثلا كبرج. نعم ليش يعني هاي صار تقريبا 10 سنين يعني الوقت تقريبا مجال العمل. إذا 10 سنين هذا شوفي ميسون احتمال بادي بوقت كان مثلا تراجع طارد او خلو مسار او خسوف او كسوف فتره مثلا كانت على حظه مو ايجابيه فبالتالي بقى هذا اذا بقى على نفس العمل هسه اني على سبيل المثال بديت بيوم مو زين وضعي عليه كما هو صار لي 10 سنين وضعي هو ما متغير. انا واحد من الناس اقول لك اياها يعني ما اقدر احدد اليوم اللي انا اريده فبالتالي بقى الوضع ماتي هو فهو ظاهر مثل حالتي. هو مولود الساعة 7 أستاذ خلان 16/2 دقيقة الصبح لو الصبح أوكي 16 إذا عنده مشكلة ذاك الساعة مجال العمل هسه شفت شو 7 الصبح ما عنده مشكلة بالعمل لا ما عنده مشكلة Thank you.
مشكلة. لا إن شاء الله ما عنده مشكلة. الله يخليك. سؤال آخر ميسو. أشكرك سلامتك. أهلا وسهلا بك. مع السلامة أجمعين. شكرا. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. إذا المشاهدين الكرام للمشاركة أو التواصل معنا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية، ولمن تفوته التوقعات ويكون يحب أن يكون متواصلا يمكنكم المشاركة معنا أو التواصل معنا على الانستغرام البرج العالي. نصل بكم الآن المشاهدين الكرام إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه، ونبدأ كالمعتاد مع مواليد برج الحمل. الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي، ومنكم من يسترد مالا يعود له. من ظهيرة الاثنين تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، كونوا أكثر صبرا على الطرقات، تجنبوا الدخول في أماكن مجهولة لكم. من مساء الأربعاء ينصب تفكيركم حول إدخال تعديل على مسكنكم وعلاقتكم العائلية. من ليلة جمعة تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم. تسعدون من خبر يتعلق بأحد أولادكم، بوسعكم تجربة حظكم. مواليد برج الثور، أنتم ممتلئون نشاطا وحيوية وقادرون على السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم. شعبيتكم في تصاعد. من ظهيرة الاثنين ينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على ميزانيتكم، والفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي. مع ذلك خففوا من النفقات. من مساء الأربعاء تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، كونوا حذرين أثناء قيادة السيارة لا سيما داخل المدن. من ليلة الجمعة تفضلون التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية. مواليد برج الجوزاء، تشعرون بالتعب ينال منكم وتتراجع صحتكم وتفتقدون حيويتكم المعهودة، اخلدوا إلى الراحة. من ظهيرة الاثنين تمتلئون نشاطا وحيوية وتنجحون في الدفع بمصالحكم، كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع الآخرين. من مساء الأربعاء رغم النفقات ثمة فرصة لمكسب مالي. من ليلة الجمعة تنشطون في السفر والاتصالات، من يتقدم لامتحان أو مقابلة يجب عليه التركيز جيدا. مواليد برج السرطان، تنشطون اجتماعيا وتسعدون من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم. من ظهيرة الاثنين انتبهوا أكثر إلى صحتكم، تشعرون بالتعب ينال منكم، احذروا ممن يتآمر عليكم من خلف الكواليس. من مساء الأربعاء تفتحون صفحة جديدة تعيد إليكم نشاطكم المفقود، وتكون لديكم سيطرة أفضل على وضعكم الصحي والمادي وتدفعون بمصالحكم. من ليلة الجمعة الفرصة متاحة لمكسب مالي، مع ذلك خففوا من النفقات. مواليد برج الأسد، تتجه أنظاركم نحو عملكم ومصالحكم الاجتماعية، بوسعكم القيام بخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي. من ظهيرة الاثنين تلتقون الأصدقاء، منكم من يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة. من مساء الأربعاء تجتازون بصورة عامة فترة غير مريحة تلزمكم بالانتباه أكثر إلى صحتكم. من ليلة الجمعة أنتم أكثر نشاطا وحيوية وتنجحون في الدفع بمصالحكم رغم بعض العراقيل. مواليد برج العذراء، تنشطون في سفر أو اتصال بعيد، يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان. من ظهيرة الاثنين ينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية، بوسعكم القيام بخطوة جديدة تدعم من مكانتكم. كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع المسؤولين وبعض زملاء العمل. من مساء الأربعاء تسعدون من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم. من ليلة الجمعة تتراجع صحتكم وينتابكم شعور باليأس، اخلدوا إلى راحة. مواليد برج الميزان، تنشغلون في عادة تنظيم شؤونكم المالية، والفرصة متاحة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض، لا تهملوا صحتكم. من ظهيرة الاثنين تشعرون بقوة العاطفة في حياتكم، وتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، ومنكم من يخرج في رحلة إلى مكان بعيد، توقعوا بعض التأخير. من مساء الأربعاء يتركز اهتمامكم حول عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين، ويسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة. من ليلة الجمعة تلتقون أشخاصا ترتاحون إليهم، ومنكم من يشارك صديقا في مناسبة سعيدة. مواليد برج العقرب، يتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم بأحبائكم وشركاء العمل. من ظهيرة الاثنين تنشغلون في تنظيم ميزانيتكم، ثمة فرصة لمكسب مالي يخفف من النفقات، قد يحصل خلاف حول مال له بتركة أو شراكة. من مساء الأربعاء تنشطون في سفر أو اتصال بعيد، من يتقدم لامتحان أو مقابلة يجب التركيز والاجتهاد.
من ليلة جمعة تنجحون في المحافظة على مصالحكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل. مواليد برج القوس، يتراكم العمل لديكم، لا تبالغوا في جهدكم الجسماني، أنجزوا ما باستطاعتكم وأخلدوا إلى الراحة. ابتداء من ظهيرة الاثنين يتركز انتباهكم حول تدعيم شراكتكم، تجنبوا فرض سيطرتكم والدخول في نقاش عقيم. من مساء الأربعاء تنشغلون في إعادة ضبط ميزانيتكم، ورغم النفقات ثمة فرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض. من ليلة الجمعة أكثر لديكم الاتصالات، ومنكم من يفكر في السفر. مواليد برج الجدي، تجتازون بصورة عامة يوما إيجابيا يجمعكم بأحبائكم، الفترة مناسبة لممارسة نشاط فني أو أدبي. من ظهيرة الاثنين انتبهوا إلى صحتكم، خاصة إن العمل سيتراكم لديكم، تجنبوا رفع حاجة ثقيلة. من مساء الأربعاء يتركز اهتمامكم حول البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم. من ليلة الجمعة ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم وخففوا من نفقات غير ضرورية. مواليد برج الدلو، تفضلون التركيز على مصالحكم البيتية والعقارية، يميل أفراد العائلة إلى التعاون معكم. من ظهيرة الاثنين تجتازون فترة إيجابية عاطفيا وماليا، مع ذلك تجنبوا مواجهة محتملة مع أحبائكم وتفهموا متطلبات أولادكم. من مساء الأربعاء تراكم العمل لديكم، نظموا جدول غذائكم وخذوا قسطا كافيا من الراحة. من ليلة الجمعة تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وشركائكم وإيجاد قاسم مشترك يجمعكم بهم. أخيرا مواليد برج الحوت، تنشطون في مجال الدراسة والمطالعة والاتصالات، ومنكم من يخرج في رحلة قصيرة للاستجمام. من ظهيرة الاثنين تفضلون التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية، كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع أفراد العائلة وتجنبوا مواجهة محتملة مع أحدهم. من مساء الأربعاء تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم. من ليلة الجمعة انتبهوا أكثر إلى صحتكم، سيتراكم العمل لديكم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه، والله أعلم. لمن يحب أن يتابعنا يمكنكم التواصل معنا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية، وعلى الانستغرام البرج العالي. إلى هنا مشاهدين الكرام، نأتي إلى ختام البرج العالي لهذا اليوم. ألتقيكم بإذن الله يوم الأربعاء المقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البث من تلفزيون شرقية. مع السلامة.